ازيكم عاملين ايه؟ انا ساره وانا مها من قناه منصوره ريفيوز. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. يا جماعه مظاهر رمضان عامله ازاي؟ مبهجه. دلوقتي احنا بس نقول لكم احنا فين. احنا في ميدان التومي جنب المقله. المقله اهي مقله التومي. واحنا الشارع جنب المقله على طول. لازم في المقله على يمين المحل. تمام. تعالوا بقى نشوف عندهم ايه كده. الله بصي يا مال المدفع ده. الله حلو قوي المدفع ده. خطير. بصوا المكان هنا فظيع يا جماعه بجد. ارخص حاجات ممكن تشوفوها تلاقوها هنا. الله كل حاجه حلوه قوي. احنا ما شفناش اصلا الحاجات دي بره. ارخص سعر وعلى فكره الماتيريال بتاعها ده مغناطيس ثلاجه خطير على فكره. مش عارفه في ايه السنه دي. الشارع مش زي السنه اللي فاتت كده. بس الصواني دي يا ماما دول اتنين مع بعض حلو قوي. فيهم اشكال مختلفه اهي كتير ما شاء الله. ودي الدنيا بقت حر فجاه. كانت بتمطر الصبح والله. بصي يا ماما دي اللي بتتلزق اهي الطاول فيس. اللوبة حاجات كتير جدا جدا. كل دي اهي حاجات منها. انا ودي مفارش كل الاحجام بقى. فوانيس. فاكره الفوانيس دي يا ماما؟ اهي ورقتين الفوانيس الكبيرة. رقم 0100 37 8003. عشان لو مش عارفين تيجوا 0000 في شارع التومية جنب مقلة التومية. يعني مفيش المقلة اهي وفي شارع ما بينهم. وهو ده الشارع بتاع التومية اللي هو بتاع المنصفات والحاجات دي كلها. بصوا انا عايزة اقول لكم طول مها اهو. شوفوا مها فين. تعالي جنب الفانوس كده ما عشان نوريهم الحجم بتاعه. بصوا ورخيص جدا ب 1700 جنيه بس. 1700؟ مش عارفه كان بيهزر ولا بيتكلم جد. الفانوس ده بكام؟ ده 1600 وده ده صغير شويه بس برضه اطول منك. بس يعني مين ممكن يجيب كل الفانوس؟ 650. 650. حلو. فكر مدينا ظهره مش عارفه ليه بيجوا يطمطم. بجد الحاجات حلوه قوي. مفارش عندهم مفارش كتير جدا. بس ما شاء الله كل دي كميه مفارش اهي. بصوا بقى الفوانيس. بص دي يا مان تحفه قوي. دي فوانيس ايكيا اللي بيقولوا عليها. ده هي متطوره السنه دي. كام مش فاكره. 40 متطوره جواها مبنوته. انما هي العاديه اهي هتلاقي كده اللي ب 40 الزغنطه ده مثلا. بس حلوه والله. بس تحفه قوي. مش طوره قوي يعني. حجمها حلو. الحاجات دي هي كل الناس بتبقى مجننه عليها اصلا. ايوه شكلها شيك اصلا. شكلها حلو قوي. مش لازم تجيبوها للولاد. هي بتيجي تتحط في البيت كده بتبقى حلوه قوي. صوري واحده واحده كده عشان يبانوا. ما هو اصلا المشكله ان هم الإضاءة مش ظابطة قوي. لا بس إن شاء الله بتطلع حلوة في التصوير. بصوا الذهبي دول شكلهم تحفة قوي. الله أنا عاجبني اللي فوق قوي دول. اللي جواهم بصي عسل. بهجة رمضان. كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة. كل سنة وأنتِ طيبة يا مامتي. أنت طيبة. بنحب بعض إحنا قوي. لازم ما نتخانقش المرة دي يا مامتي. أنا نسيت برضو قلب بتاع الأطفال من كام؟ من 45. 45؟ لا بس الايكيا بقى مش فاكره بكام. اعتقد ان الحاجات دي 85 وكده. ما هو على حسب بقى الحجم على فكره يعني. بصوا هو كده كده يعني راجل ذوق جدا جدا جدا. حاجات عنده حلوه قوي. تعالوا يعني هو هيعمل معاكم الواجب بجد. يعني هو ما شاء الله الشارع مليان. بس احنا شفنا اكتر مكان في حاجات حلوه. وفي نفس الوقت اسعاره حلوه ومعاملته حلوه جدا. ايوه الناس اللي هنا كلها ذوق بصراحه قوي. بصي حاجه الاطفال دي تجنن.
التلاميذ ده حلو قوي. بص رمضان كله فنانين. لازم فنانين. بصوا كمان في حاجة، بص السكوتر اللي فوق ده معاه. حلو قوي. استني كده اعمل زوم عشان شكله حلو قوي. متخيلين يا جماعه ان دي فوانيس؟ فوانيس اتطورت يا جماعه، احنا ما كانش ليه على ايامنا الحاجات الجميله دي. هو الحاجات دي مش حجمها كبير قوي كده، انا عامله زوم عشان بس تبان جهه الحجم الطبيعي. حلو وبتغني كمان. ايوه كلها بتنور وتغني واكيد بتتحرك. ايوه اه لان كلها فيها عجله يعني. انا عارفه دي، ما عارفه دي بتقعد تلف كده. بس بتقول على الشخصية. لا مش على الشخصية، على ال بصي كده عم شكشك وسرحان ونفيسة اهو. ودول معرفش دول ايه، المفروض ده بكار يعني ولا لا؟ ده بكار صح؟ بكار ورشيدة وسمورة. سمورة ميت يا عيني. الله يرحمك، الله يرحمك يا عم فؤاد. ده بوجي وطمطم. ايه طمطم ايه؟ عم فؤاد اهو ونفيسة. وفي المخدات اللي هي بتاعت بوجي دي اهي، ودول اللي بيتلزقوا، والفوانيس الميدالية واللي بيتلزقوا برضو الستيكر دول. تعالي بقى، ما في حاجات كمان فوانيس تانية ايه ما جبناهاش. حلوة قوي الجمال ده. بص يا مها، دي الفيروزي الفوشيا دي جميله لونها. والكيتي بصي، محمد صلاح عملوا فانوس لمحمد صلاح طبعا طبعا. وسوبر ماريو. بصي المجات دي لذيذه قوي. المجات دي سعرها ايه لو سمحت؟ المجات، المجات دي كام؟ 20؟ دي شمعة، ده عاملة شمعة. شمعة؟ شمعة. اه يعني دي مش مجات. الله. كم طمطم؟ طمطم. 95؟ حلوة قوي. بس نظيفة يا ماما على فكرة، الماتيريال بتاعتها نظيفة قوي. خدوا بالكم يا جماعة عشان الماتيريال بيفرق من مكان للتاني ومن كل حاجة، والسعر هو بيفرق في الماتيريال. ما فاكرة الفوانيس دي؟ مش بالله عليك فاكراهم؟ كان على أيامنا احنا كنا غلابة. بصوا عنده السبارة الراقصة اهي والفوانيس اللي هي الخشب، وفي عنده فوانيس كبيرة ده ما شاء الله كبير قوي، يعني عنده أحجام كتير. السبارة الراقصة انتم ايه، وفي أحجام من طمطم. بصوا يا جماعه دول ايه؟ هو ده ايه؟ مش عارفه، كنت بشوفها ايام زمان. 16 المخدات. المخدات فيه اللي هي ال 3 دي، عنده كل الاسعار، عنده اللي بالرجل وعنده 30، عنده كل الاسعار. طب بتاع بوجي ده بوجي غيره مش حلو. طبلة. بص الستاند ده اسعارهم حلوة جدا. المكان من بره مبهج بشكل ان شاء الله، اللهم بارك. الفوانيس طبعا احجامها باينه، وفي عنده الفوانيس الثانيه اللي هي اللي مش عارفه دي اسمها معدن يا ماما ولا اسمها ايه دي، ودي مش عارفه دي ايه يا ماما. بوكس ده ايه؟ ده 2 يعني ولا واحد؟ 2 جوه بعض. ده ب 85 اصلا. 2 بس كده يا جماعة، وهنا تكون جولتنا خلصت في بوروكايا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وحطوا لنا كومنت وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. سلام.